بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى من والاه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسننه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الكرام، كل باسمه ونسبه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لولا أن أمر الشيوخ لا يرد ما كنت لأتكلم أمام هذا الجمع المبارك. أولا لأنني لست أهلا لذلك، وثانيا لا أخفيكم أنني منذ جلست لا أريد أن أعكر عليكم صفو فرحتي هذه الليلة المباركة، لأنني منذ أن جلست أنا مشغول بذكرى رجلين، مشغول بصورة شيخنا مولاي مصطفى رحمة الله عليه، وأتخيل في كل ركن من هذه القاعة المباركة، وأقول لو أنه كان اليوم بيننا كم كانت فرحته ستكون كبيرة وهو يزف حفيدته، لأنه دائما يحب الجميع، أحفاده وأبناءه ومريديه وكل من يكون أمامه. والشخص الثاني هو أخي وحبي وصديقي وتوكلي سيدي عبد المغيث. أسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا المقام أن يشفي ابنته شفاء تاما، اللهم اشفها شفاء تاما لا يبقي ألما ولا سقما. اللهم يا ربي في هذه الساعة المباركة وهذه الأكف المرفوعة إليك، اللهم يا ربي استبدل ما كان فيها من مرض ومن ألم ومن سقم، اللهم استبدله بالصحة والعافية. اللهم يا ربي شافيها شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم أفرحنا بشفائها، وأفرح أخانا وكل العائلة بشفاء هذه البنية. يا ربي توجهنا إليك وأنت خير مسؤول. يا ربي لا شيء يعجزك في الأرض ولا في السماء. اللهم يا ربي أنزل في هذه الليلة علينا الشفاء. اللهم يا ربي أبعد عنها كل الآلام وكل الأمراض وكل الأسقام. يا الله يا الله يا الله. سامحوني أيها السادة الكرام، قلت لكم يعني منذ البداية وأنا مشغول بهذين الرجلين العظيمين أن لهما مكانة كبيرة جدا في قلبي، ولكن بحكم أن شيخنا كلفنا وكلمة الشيوخ لا ترد، بما أن هذا الجمع المبارك لا يوجد فيه إلا الرجال، طبعا كلمتنا تكون للرجال، وكذلك المناسبة شرط هذا الزفاف المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا الزواج. اللهم يا ربي بارك لهذين الزوجين، وبارك عليهما وبارك فيهما، واجمع بينهما في خير وعلى كل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنهما شياطين الإنس والجن، وأن يوفق بينهما، وأن يؤدم بين قلبيهما، وأن يديم عشرتهما إلى لقاء الله عز وجل. فمسألة الزواج حقيقة نحن الرجال أكرمنا الله سبحانه وتعالى بخير عظيم في الزواج، خير عظيم، بما أننا نحن غير رجالنا. إذا تأملنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه
سنجد أن كل خير لا بد للزواج فيه من نصيب، حتى ذلك الفقير الذي لم يستطيع أن يتزوج، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصيه بالزواج لأن هذا الزواج سيغنيه، يكون فقراء ونعم الله بفضله. وطريقة حتى في المورود الشعبي نقول احنا الزواج نصف الدين، نصف الدين، ولدينا كل الخير في هذا الزواج، حتى ونحن نقضي وطرنا مع زوجاتنا لنا فيه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مع زوجته يقضي وطره وله أجر. فقال الصحابة يا رسول الله كيف نأخذ أجر بشيء نحن نستمتع به؟ المعنى المعنى. قال أرأيت إن فعلته في حرام أتقذر؟ الوزر. قالوا نعم، قال كذلك إن فعلته في خير تؤجر. فنحن نستمتع في الزواج ولنا الأجر، لنا الأجر كذلك حتى ونحن ننفق على زوجاتنا. أن نفقة الرجل على بيته هي أعظم نفقة، أعظم شيء ينفقه الإنسان ويأخذ أجره، ودرهم تنفقه على مسكين، ودرهم تنفقه في سبيل الله، ودرهم تنفقه عليه أعظمها أجر الذي تنفقه على أهلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أجر الذي تنفقه على أهلك. ثم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي كل خطبة كان دائما يوصينا بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا. في رواية فإنهن عوان عندكم، عوان بمعنى أسيرات، أسيرات بمعنى لأنها لا تتحرك بغير إذن زوجها. وفي رواية أخرى استوصوا بالنساء خيرا فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، يوصين به النبي صلى الله عليه وسلم. بل سيرته صلى الله عليه وسلم كلها عناية بالنساء، يعني لو كنا نطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال مع النساء ما كنا لنصل إلى هذه المعيشة اللي ولينا كنشوفوا الآن عند الكثيرين، المحاكم امتلأت والصراعات والمشاكل. تخيل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى غير مثال، كان مع أمنا عائشة في الطريق. أمنا عائشة كما تعلمون هي أصغر من سنا بكثير، كان يلاعبها ويداعبها، كان معها في الطريق، فقال لها يا عائشة أنا تسابق، سابقنا وياه. أمنا عائشة ما تقولش لك احنا نشوف احنا نقيسوا هذه السيرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا تسابق. قاش يا رسول الله؟ قال له اوه انتي نعل الشيطان، لو تسابقوا الناس يشوفوا فينا ضحكوا علينا. قال لا نتسابق، شو زعما بغات علينا نتسابق. فتسابقا فسبقته بقى صغيره. ومرت الايام لما راى انها ثخنت، غلاظت واحد شويه وزاد وغادر في الطريق ثاني، فقال لها يا عائشه هو اللي قال لها تما؟ قال نتسابق. قالت له نتسابق. فتسابقا فسبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم المرة، فقال لها هذه بتلك انا رضيتك. واش حنا كنقدروا نديروا هادشي مع الزوجات ديالنا؟ اللي بديتي تسابق مع الزنقه صافي، راه هذا بشاف حاله تتسطا، واش هذا بعقله هذا؟ خاص هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماشي شي واحد اللي خاصة رئيس مجلس الامن. هذيك بوحدها هذيك عبدالي كل واحد. ثم كذلك لما جاء الحبشة وهم يلعبون، فكان أنه النبي صلى الله عليه وسلم حملها فوق كتفيه باش تطل من الصرجم وهي تفرج، ثم كيضربوا الدف وكيلعبوا وهي كتطل من الصرجم، والنبي صلى الله عليه وسلم مازفوا كتافه وكيهديه وكيقول يا عائشة هذه كتفيتي أبارك راه ضريرة، خذوا لنا زيد زيد شوية زيد شوية. واش حنا تقدر تهز الزوجة ديالك على كتافك بحال هكا؟ حنا راه في الزنقة تيبدا غادي معاه في الطريق، واخا حيدوا هذاك الجو ونرجعوا حنا ديال العرس نضحكوا شوية، راه غادي معاه في الطريق تلقاه بعيد منا 4 متر، تحركي الباتونة ولا
ورواص ومحفيل وهي فينا هي فينا هي ديك المواد وهذاك التراحم اللي كنتكلموا عليهم. حنا راه حتى قدام وليداتنا ما نقدروش اننا نضحكوا مع الزوجه ديالنا ولا شي حاجه. حنا مسلسل كان الزوجات ديالو ما عندوش. حنا راه كيدير اي دراري شنو هادشي كل واحد خايفين ما كنديروش هذيك الحياه الطيبه اللي من المفروض هي اللي من علاش نديروا الزواج. الزواج راه ديال هذيك الحياه الطيبه اللي نعيشوها والراجل كيراعي المراه والمراه كتراعي الراجل هو اللي كيطلع واحد كينزل الاخر باش نبقاو دائما هذاك لان بحال الشكل ديال الميزان ما عمري واحد يطلع خاص ديما يكون واحد هو واحد تحتو ولا يتقادوش وتبقى الامور باش لكي تستمر الحياه لكي تستمر الحياه. حنا الله عز وجل عطانا هذيك القوامه اللي في المقابل ديالها كاين الطاعه. طبعا كاينين الناس اللي الحمد لله والاغلبيه اللي واعيين وعارفين هو هذيك الطاعه ما كياخذهاش هو كذاك الصوت حيت كاين اللي كيديرها هو داك الصوت اللي ربي عاطيه الطاعه مصابيره خاصه تتوج يغيزها بغات عصا عصا بغات حبس حبس اللي بغاتها كاينه باهي. وكاينين الناس لو حنا تنقولها بالدارجه اللي غلب يهف تياخذها هو بالكرامه. شنو النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك ما اكرمهن الا كريم ولا اهانهن الا لئيم. تيتكلم عن النساء. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذاك التكريم ديال المراه شحال يعني اللي كنقولوا التكريم يصبر عليها يدبب معاها بعض المرات يدير راسو. علاش عطانا الله عز وجل هذاك القوامه في يدينا؟ لان حتى مشينا لعلم النفس ولا مشينا للتركيبه النفسيه والساده الاطباء راهم تيعرفوا هادشي هي سريعه الغضب. الراجل كيملك شويه النفس ديالو فهادشي علاش عطاك دابا هي كون عطاها القوامه في يدها راه عنده معاه النهار الاول تصبحك محكمه. حيت كتقولي شحال تقول لك مشي لدارنا لا والله لا قلت لك هنا الراجل اش كيدير لك مبارك اتي برك اتي بارك من هنا بركي بركي فيها ويخرج يضرب دوره كاع صافي ونسى يحيد هذاك الشيء. هي لا فملي في هذيك القوامه تيستغل الانسان في التكريم لانه قد ما تنستعملوا مع ذوك النساء هذا التكريم اللي كنتكلموا عليه حتى هما كيراعيوا لهذيك العشره. ولكن ملي كيكون دائما هذاك الضغط ملي كيكون الانسان هو ما حيت عنده القوامه صافي التسلط وان لا واللي قلت هي اللي تكون واسيدي راك انت هو الراجل في الدار وعلى الراس وعلى العين. ولكن راه شويه ديال التشاويره ماشي ديك التشاويره ديال جدودنا عشاورهم ما ديرش برجع وليش كتشاور انت اصلا؟ انت علاش كتشاور؟ ما ديرش برجع صافي ما ديرهاش من الاول ما تشاورهاش. علاش كتمح راسك وتضيع الوقت وكلشي؟ لا سيدي وامرهم شورى بينهم. هذا في البيت راه فيه جوج ديال البودرات راه بعض المرات حنا الرجال كتكون شي امور غايبه علينا ما كنشوفوهاش من كاع الزوايا. وبعض المرات حنا كيكون عندنا الراي احسن واكثر فملي كيكون قد ما كان الراي اكثر قد ما كيكون الرباح قد ما كيكون النتيجه ديال هذيك الفكره اللي غنخرج تكون مزيانه. النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحديث يروى بروايتين إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وكاين من جهة أخرى في روايتهم إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكرمكم لأهلي. أكرمكم لأهلي. غيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. حيت الناس حتى نعتبروا حنا دابا كاين بعض الناس في الفهم ديالهم للدين وأنني ندير العبادة نصلي ونصوم ونزكي وندير هادشي كله صافي رانا مزيان. العبادات هذه أساسية ولكن كل العبادات إذا لم تثمر في الإنسان خلقا لا فائدة منه. الله عز وجل يمشي الصلاة هي الأساس وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بمعنى كما قال سيدنا ابن مسعود من لم تنهه صلاته عن فحشاء ولا منكر فلا صلاة له. علاش؟ لأن صلاته لم تثمر خلقا. ها هو كيصلي
ويصلي ويكذب ويسرق ودي ديال الناس ولا سلفتيه ما يردلكش وهذاك هذا. غير الاسبوع ما قبل الماضي كان واحد الاجتماع في الرباط وصلينا الجمعه تما. تخيل احنا خارجين من الباب ديال الجمعه، كنخرجوا من الباب ديال الجمعه، في الباب واحد السيد كيسولني قالوا السلام عليكم سيدي بخير. لا لا قالوا لي انا في الدار البيضاء انا ماناش في الرباط، في الجامع، من الباب ديال الجامع نهار الجمعه. انا راه في الدار البيضاء انا ماناش في الرباط. اي صاله كيتحدث هذا السيد هذا؟ واش ليلي بيا لا شتيها ولا يغاو داكشي اللي باش جاي. هذاك من العائله ديال سيدنا فلان. ما تعبيش حاجه، راه هذا هو الاشكال اللي ولا عندنا في المجتمع، ولا عندنا ذاك الدين الصوري، ذاك الدين اللي هو طقوس، لكن الروح العبادة تثمر بخلق، والخلق يتوزع وكيربح منه كل شيء. تخيل هنا إنسان دخل، امرأة دخلت النار في هرة، حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من غشاش الأرض، في هرة في هرة. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصلي النهار وتصوم وتحج وتتصدق وكذا وكذا وكذا، وجاوا في الاخر ولكنها تؤذي جيرانها. شنو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قالش لهم غنشوفوا العبادات ديالو اللي هي كثيره ونشوفوا شنو الخدمه ديالها ونقارنوا شكون واش عدا الحسنه اكثر، لا، مباشره قال لا خير فيها، هي في النار. مباشره. بمعنى العبادات كامله اذا ما كاينش خلق ما كاينش. وقال له وان فلانه تصلي خمسها وتصوم شهرها ولا تؤذي احدا قال هي في الجنه. خلق ملي ها هو دوينا على الصلاه، ها راه هي الزكاه، الزكاه ملي تنقل خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم من المال، تطهرهم من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن كذا. هذاك اللي ما عندوش كيكون يحسد اللي عنده، ولكن ملي كيعطي الزكاه كيولي عزيز عليه، كيبقاش هذاك الحق، كيقول يا ربي تزيدو. هذا المسكين ديما كيتهلا فيا يا ربي تعطيه كثر، ولكن لما كيعطيش الحقد والغل والحسد يا ربي تعطيك سيده، يا ربي هذا مال واحد ربي كاع شي كان معخرو او ما يتفكرناش، هذا ما خصوش كاع. وبالتالي انه الخلق ديما كيثمر، ديما كيثمر، تطهر وتزكيهم وتطهر كذلك بما ما كيقول له سادتنا الصوفيه يعني التخليه والتحليه، تطهرهم وتزكيهم، تحيد منهم كل شيء، تطهرهم من الحل الغل والحسد وكل مساوئ الاخلاق، وتزكيهم بالفضائل. هزاك ماشي تيعطيها لي يقول لي اشد اكثرتهم، تعال كنا رجعت واش كاين انا سير راه كاين وحدين اخرين عندهم، انت شنو رجعت؟ انت علاش عطيتي؟ لا ما تعطيه، لا ما تعطيه مسكين، لا ملي نهارتي راه صافي، نهارتي راه كملتي اش درتي؟ هذيك البقره تحرم لك الحليب وتدفقون ما درتي حتى حاجه. المعزات راه شحال من الحليب شاكل ديال المعز تحلم وتكب لك فيه تقول لي راه سير له باش عاطي هذا الحليب. ملي كتمشي عاوتاني للحج النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لك من حج ولم يرفض ولم يسخر راجع كيوم ولدته. كيوم ولدته ما ماش يعني كيغفر له الله كل الذنوب، ولكن شنو قال باش نمشيو الحديث اللي تبعناه؟ من حج ما قالش فطاف وسعى وقف بعرفة، علاش؟ حيت كل الناس كيديروا شي، كل شيء كيدير، ولكن هل كلهم يرجعون كلمة ولدتهم؟ لا، ولم يرفض ولم يسخر، الأخلاق. حنا في 2015 قدر لنا الله سبحانه وتعالى مشينا ذاك سالينا من عرفة في العشية كتوقع واحد الفوضى الناس اللي باغي يمشي للجليل وقفوا تماك ودز هذا وقال لك والله تندير مطهرة هنا علاش ما جابوش لينا الكيران؟ يعني الشيطان خلاه تضرب كل شيء وجابوا ضرب كل شيء في الزيرو شي حج كامل وانت غادي لعرفة وكدير الإضراب كدير إضراب في عرفة وش هذا وش هذا وش قال على هذا أنا واقف ويجيني واحد الواحد ديولنا راه ديولنا تيقول لك ماشي ديال دولة أخرى ديولنا قال لي اه الشريف حنا كنعوقتو انت واقف قلت لي انا جاي نحج سير انت بغيت طوب سير بعد مني انا باغي نمشي على رجلي ما باغيش كار سير بعد مني كيساعه هو الله يجازيك
قال لي قرانك هما اللي ما خلاوش الدولة تقدم. صح؟ صح ليك عندك صح. لو ملي قال لي بحال واش قلت لي شاجة قلت له بحال قلت له عندك صح عندك صح. هادشي اللي عطانا قلت له هادشي اللي عطانا باش غنفهم بدل راسي هادشي اللي كاين. فإذا ملي كنشوف هو الحاج حتى هو هانتوما خلق ملي كتمشي للصيام نفس الشيء كيقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش. هو صايم وعندنا من صام اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخف فان سكت وحده فليقل اني صائم. الخلق يعني هو تجده صائما على المفطرات الحقيقيه كالاكل والشرب والجماع لكنه لا يتورع في انتهاك حرمه رمضان بالمفطرات الحكميه غيبة ونميمة ودي من الناس وهضرة وفارقة وناعس نار كامل ومخلطة عدو ما تدوش مع فلان راه صايم. أو كيفاش ما تدوش مع فلان راه صايم؟ قال لا هذا راه صايم ما تهضروش معاه. كيفاش ما يمكن نهضرو؟ كران دايزر هذا عندنا زمان شنو؟ راه بالعكس ملي كتكون صايم عاد خاصك تكون انت مرتاح وفرحان ونفيسة طيبة وكل شيء طيب صافي تنحبسوك حتى تيفوت المغرب عندهم معاه ولا شنو؟ عندنا راه عندنا هادشي لا راه مقطوع. كيفاش مقطوع؟ مقطوع هذا مالو كان مربوط في حاجه زعما لا مقطوع ما تهضروش معاه. وبالتالي ان في رمضان عادي كملي نحن حيفوت العصر كيظهروا شي كائنات فضائيه كتخرج تحت الارض يفوت العصر كلشي غوث كلشي مشاد عيني حامرين واحد من العصر واش هاد الكار مجد كيوم من العصر شنو صيام كتصور شنو صيام صايم مسكين شنو من صيام؟ هاي قرب حدا واحد يقول سير سير وين؟ انت فين صايم فين مشيت؟ وبالتالي يا احباب حنا بغينا باش نديرو هذا ديننا هو هاد الاخلاق هو انه يثمر فينا هاد الخلق وحنا اش بدنا في الزواج هو ان هاد الخلق ديالنا يخرج جمع وليداتنا مع الزوجات ديالنا يعني الزوجه ديالك تحس بهذاك الشيء اللي ما غاداش تصيبو في بلاصه اخرى تصيبو في دارك. علاش يوقع بعض النساء تخرج من دارها ودايره صحابات لان ما كتلقاش هذاك الشيء اللي خصها تلقاه في دارها. لو بغات تضحك مع راجلها يبقى ولا ما ضحكتش معاك تما من الضحك الضحك ما يقول تعرف شي باقا صغير بروح راك تجوزتي ايوا راه تجوزتي عاد بغات تضحك راه ما واش كانت تضحك مع باه ولا مع بغات تضحك هي مع خوها مع انا نضحك اضحك مال راه ما صار ضحكتش معاك حتى راه تقلب لها من الضحك راه غاتمشي تخرج عند صحاباتها تمشي دايره وكذا راه هادشي علاش يوقع المشاكل هو انه يحتوي تلك الزوجه ويجلس معاها كما قال لي مثلا يداعبها ويلاعبها كما قلنا هزها فوق كتافه ويتسابق معاها ويتجاربها ويجاوبها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي طولت عليكم حفظكم الله جميعا الله يتقبل منكم جميعا اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك هذا الزواج ويجمع بين هذا الزوجين